بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. نبدأ اليوم شرح كتاب جديد بعنوان An Introduction to Applied Linguistics، وهو عن اللغويات التطبيقية. الكتاب يعني يعتبر من المراجع في هذا الفن، وأيضا يعتبر من الكتب الدسمة جدا والتخصصية جدا أيضا. ولقد تفاجأت عندما تواصلت معي أحد الأخوات الطالبات وقالت أن هذا مقرر لديهم. والحقيقة مثل هذه الكتب يعني التخصصية، هذا رأي شخصي أنا، يعني لا يطرح على طلاب سنة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة. هذا أقرب ما يكون يعني ممكن دراسته في التخرج، عند التخرج يعني السنة الرابعة مثلا في التخصص، وحتى ربما يعني لطلاب الدراسات العليا، لأن الكتاب فعلا من الكتب الدسمة جدا. وأنا استغربت فعلا أنه كيف مقرر على طلاب سنة أولى أو مستوى ثاني، لأنه يحتاج إلى تفكيك كبير جدا. وقد ذكر أيضا الكتاب يعني في المقدمة، هذا ليس جهد من كاتبين اللي هما نوربرت شميت ومايكل روجرز، لا 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 لا، هذول محررين فقط. شوف edited by، ستجد انه كل شابتر من الشابتر اشترك عليه عدة كتاب. من جهة جيد انه يعني في اجماع على المادة التي وردت فيه، لما يشتركوا مثلا ثلاثة اربعة على كتابة شابتر معين في اي فن فهم مجمعون على الاشياء يعني المشتركة بينهم، وتركوا الخلافات بينهم واعطوك خلاصة فكرهم. لكن انتبه لذلك، احنا اعطيناك خلاصة فكرنا في كل شيء في كل قضية، وهم ايضا حاولوا يبسطوا، لكن تبسيطهم هذا مع التبسيط الشديد الذي عملوه يعني لا يصلح طلاب سنة اولى ولا سنة ثانية. اللغة جدا معقدة وتحتاج الى تفكيك وشرح كبير جدا. قد يقول قال طيب عشان كذا احنا وجد الدكتور الجامعة عشان يشرح لنا اياه وفهمنا اياه. ما ادري يعني هذه المقاربة، ولكن اللغة عالية جدا وهي تخصصية، ويجب ان يسبقها كثير من الاشياء قبل ذلك يعني للطلاب يستوعبوها في كتب اخف والطف شوي، يعني يتدرجون. ربما لو كان هذا في السنة الرابعة كان احسن، يعني يستفاد منه اكثر حتى لا يشعر الطالب بالإحباط أمام الكم الهائل من المصطلحات والقضايا اللي هي يعني تخصصية جدا جدا. طب واحد يقول طب ما احنا متخصصين. طب انت متخصص بس في شيء ألطف، نبدأ احنا نبدأ لك شوية بالبسيط، ثم المعقد من خليه لآخر سنة لما تكون انت صار عندك حصيلة معينة في علوم أخرى تساعدك وتسندك لما تدخل في مثل هذه الكتب. فنسأل الله عز وجل العون للطلاب عندما يتعاملون مثل هذا الكتاب في يعني مثل هذا الفن كمان الـ Applied Linguistics. وإحنا سوف نسلك إن شاء الله ما بوسعنا لتبسيط لغة الكتاب، ومنهجي سيكون هذه محاضرة تجريبية، سأنزل أول محاضرة. المحاضرة لن تزيد عن ساعة إن شاء الله، وخلالها سوف أقرأ النص وأعلق عليه وأفككه وأسهله حتى إذا الطالب رجع درسه يفهم يعني معنى هذا النص ويلتقط المعلومة. هكذا سوف أفعل، ثم سننزل هذه المحاضرة ونرى ردود الأفعال. إذا ناسب الشرح للطلاب ووجدناه يعني وتواصلوا معي أو أخبروني بطريقة أو أخرى من خلال التعليقات أو المراسلة على التليجرام مثلا أنه الطريقة يعني جيدة بالنسبة لهم و أفادتهم، سأستمر إن شاء الله بالشرح. أما إذا يعني وردتني ملاحظات سلبية أو لم يستفيدوا منها، سلبية بمعنى يعني إنه يعني لم يجدوا الشرح مفيد، هذا ما أقصده يعني، ولا أنت مسموح لك تقول وتحش فيه اللي تبغاه. المقصد هو يعني أنك لم تستفيد من الشرح، فلماذا أضيع وقتك ووقتي؟ أنتقل لشيء آخر. فنقول بسم الله ونبدأ. لن أدخل في المقدمة، يعني نحن سوف ننطلق مباشرة إلى المقدمة. المقدمة
يعني حتى المقدمة لا نجدها يعني فيها شيء كثير، لأنهم سوف يعرفون بعد ذلك هذا العلم والمجالات التي سيطرقها. هم فقط هنا يعرفون بالكتاب، وأنا يعني قلت لك سريعا يعني كيف رتب هذا الكتاب، واشترك فيه عدة باحثين، ونفسهم هم يعني مع هذا الإثراء من خلال هذا الكتاب، إلا أن يقول لك يعني إحنا فقط على السطح بعدنا بهذا العلم، بعدنا على السطح إحنا وبسطنا لك إياه. فسوف لن نقف هنا، ننتقل مباشرة وندخل في الشابتر الأول مباشرة، ونقول بسم الله. Chapter 1 An Overview of Applied Linguistics، لمحة عامة عن اللغويات التطبيقية. ثم نبدأ بالعنوان What is Applied Linguistics، ما هي اللغويات التطبيقية؟ Applied Linguistics هذا المصطلح is using what we know about language, how it is learned, and how it is used. ثلاث أشياء: نستخدم ما نعرفه عن اللغة، هذا العلم يعني هذا العلم اللي هو Applied Linguistics يستخدم ما نعرفه عن اللغة وكيف يتم تعلمها وكيف يتم استخدامها. لماذا هذه العناصر الثلاث، لماذا نستخدمها؟ In order to achieve some purpose، حتى نحقق غرضا ما، أو نحل مشكلة ما نواجهها في حياتنا. هذا هو السبب وراء دراسة علم اللغويات التطبيقية، نريد أن نصل إلى غرض معين أو نحل مشكلة. من خلال ماذا؟ من خلال معرفتنا عن اللغة وعن طريقة تعلمها واستخدامها. إذا توظيف اللغة، وهذا خطير الكلام كمبدأ، أنك توظف اللغة يعني سريعا حتى تعرف يعني المقصد، يعني تصدق أنك توظف اللغة لحل جرائم مثلا معينة. فهذا علم يعني عميق جدا جدا، وسنأتي لها. هذا كان مثال فقط. الآن those purposes are many and varied، هذه الأغراض اللي احنا نبحث عنها لنصل إليها من خلال دراسة اللغويات التطبيقية هي عديدة ومختلفة. As is evident in a definition given by Wilkins، كما هو واضح من التعريف الذي أعطاني الأستاذ ويلكنز. طبعا هنا يقتبسون من يعني هنا تكون رقم الصفحة وتاريخ المرجع، إذا أحببت ترجع للمرجع ستكون دائما في آخر الكتاب قائمة بالمراجع المستخدمة. ماذا يقول ويلكنز في التعريف؟ يقول in a broad sense، يعني بشكل عام، applied linguistics، هو يعرف الآن اللغويات التطبيقية بالنسبة له، يقول is concerned، تهتم هذا الفرع من العلوم يهتم بماذا؟ With increasing understanding، بالفهم المتزايد of the role of language، لدور اللغة in human affairs، في حياة البشر. إذا علم اللغويات التطبيقية هو علم يهتم بالفهم المتزايد لدور اللغة في حياة البشر. يعني دور اللغة مو بس مجرد نحن نتواصل، أنا بتكلم أنا وياك عشان تفهمني وأفهمك، لا لا لا، هناك دور أكبر من ذلك. لذلك قال نريد أن نفهم هذا الدور للغة في حياة البشر وشؤونهم، and thereby، ولذلك أو بناء على هذا الفهم لهذا الدور، لهذا الدور الذي تلعبه اللغة في حياتنا، and thereby بناء على ذلك، with providing the knowledge necessary for those who are responsible for taking language-related decisions. أحيانا تيجي الجمل طويلة فنأخذها شوي شوي. وأيضا بتوفير المعرفة اللازمة، knowledge necessary يعني المعرفة اللازمة، لأولئك، for those، لأولئك الذين يتولون أو عندهم مسؤولية اتخاذ قرارات لها علاقة باللغة. طيب شلون؟ whether the need for these arises in the classroom، شو يعني؟ سواء كانت هذه الحاجة، ما احنا قال هو يتولون مسؤولية اتخاذ قرارات لها علاقة باللغة، عندما تكون هناك حاجة لهذه القرارات، أين تنشأ هذه الحاجة؟ ذا
the need for these. شو يعني these؟ يعني هذه القرارات أين تنشأ؟ مثلا إذا أنت كنت في الفصل ولا في العمل ولا في المحكمة ولا في المعمل المختبر. يعني هو أعطانا أربع سياقات، يعني كانوا يقول في سياقات حياتك كلها، جاب أمثلة عليهم. قد تضطر أنك تعمل أنت على قرارات معتمدة على اللغة بشكل أو آخر. فيجي هنا موضوع علم اللغويات هذا التطبيقية عشان يعطينا، يزودنا بماذا؟ بفهم وبالمعرفة اللازمة اللي نتكى عليها عشان نتخذ هذه القرارات اللي لها علاقة في اللغة في سياقات مختلفة، منها كذا وكذا وكذا. إذن هذا هو تعريف ويلكنز. طيب، إذن لدينا أغراض، نحن نبحث عن أغراض لهذا، يريد أن يصل لها هذا العلم. The range of these purposes كمان بقول لك مجال هذه الأغراض is partly illustrated by the call for papers for the American Association for Applied Linguistics AAAL 2010 conference. الـ AAL هذه اللي هي الجمعية الأمريكية للغويات التطبيقية، وهذا اختصارها، عملت مؤتمر في 2010. لما عملت هذا المؤتمر قالت للمختصين في هذا الـ Applied Linguistics أرسلوا لنا أوراق عشان نعرضها في المؤتمر، أوراق بحثية يعني papers، أوراق بحثية. فجاءت الأوراق وبناء عليهم سيرتبون محاور إيش المؤتمر. فالمشاركين أثاروا 16 محور وقضية ومجال متعلق بالـ Applied Linguistics. تصور 16 محور. نبدأ من هذه المحاور: Analysis of Discourse and Interaction. طبعا كل محور، انظر انت، كل محور هذا بحد ذاته يعني مجال يحتاج إلى دراسة مستفيضة وناس تخصصوا فيه. تحليل الخطاب. الخطاب ايش هذا؟ هذا كلمة واسعة. الخطاب، الخطاب النصي، الخطاب المسموع، الخطاب المقروء، الخطاب. Analysis of Discourse and Interaction، تحليل الخطاب والتفاعل. Assessment and Evaluation، التقييم والتقويم. Bilingual, Immersion, Heritage and Language Minority Education، التعليم، التربية والتعليم التي يكون فيها تعليم للغتين، يعني نظام ثنائي اللغة. الانغماس في اللغة، Immersion. الهيريتج، التراث، ايضا لغات الاقليات، language minority، او نقول يعني اللغه اللي بتكون اقليه استخدامها. فكل موضوع من هذه المواضيع اللي تثار يعني بحر بحد ذاته. language and ideology، اللغه والعقائد. الايديولوجي هنا عقائد، انت يعني بغض النظر عن، يقول لك بسموها الايديولوجيه، يعني فكرك ومذهبك شو هو. Language and Learner Characteristics، اللغة وخصائص المتعلمين. Language and Technology، اللغة والتقنية. Language Cognition and Brain Research، Cognition هذا الإدراك المعرفي للغة وأبحاث الدماغ اللي متعلقة بالدماغ، مو من ناحية الطبية، ناحية التعلم والفهم وإلى آخره. Language Culture Socialization and Pragmatics، اللغة والثقافة والتواصل الاجتماعي. والبراغماتيكس هذا مذهب شو أقرب ترجمة له، يعني يقول لك إنسان براغماتي يعني عملي، النهج العملي، النهج العملي. طبعا يعني كل واحد من هذولا له زاوية معينة تفهمها، من ناحية السياسة، من ناحية الاجتماع، من ناحية الاقتصاد. هذه مذاهب يعني واسعة المعاني، ما نقدر نحصرها بكلمة واحدة. Language maintenance and revitalization، أيضا يعني استدامة اللغة وإحياؤها. Language planning and policy، language planning، تخطيط اللغة والسياسات المستخدمة في ذلك. Reading, writing and literacy، القراءة والكتابة ومحو الأمية. Second and foreign language pedagogy، اللي هو أساليب وطرق تدريس اللغة
أو اكتساب اللغات الثانية غير لغتك الأم، واللي هو حيكون يعني أكثر شيء التركيز عليه في هذا الكتاب تقريبا. Second language، وهذا كمان Second Language Acquisition اللي نسميه احنا اختصارا SLA، اكتساب اللغة الثانية. Language Acquisition، اكتساب اللغة بشكل عام. And Attrition، Attrition يعني لها عدة معاني بس في هذا السياق يعني استنفاذ اللغة. Sociolinguistics، علم اللغة الاجتماعي. Text Analysis، تحليل النص. Written Discourse، هذا هو الخطاب المكتوب. Translation and Interpretation، كمان هذا يمكن أكثر شيء راح تركزوا عليه اللي هو الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية. إذن انظر هنا 16 محور أثيرت. الآن عقد مؤتمر آخر لجمعية أخرى هي الـ AILA، اختصارا هي الجمعية العالمية اللي هي الجمعية العالمية نعم الجمعية العالمية للغويات التطبيقية. في مؤتمر آخر لهذه الجمعية في 2011 أيضا طرحت أوراق، كانت المحاور 16 زادت إلى 28. 28 محور يتناولها علم اللغويات التطبيقية. انظر يعني زدنا احنا ب 12 محور جديد. طيب out of these numerous areas، من هذه المحاور العديدة، the dominant application has always been the teaching and learning of second or foreign languages L2. مين المحاور المسيطرة؟ المحاور المسيطرة على هذه 28 محور كانت أكثر شيء مهتمة بماذا؟ بدراسة وتعلم اللغة الثانية أو اللغات الأجنبية غير لغتك، شو ما تكون يعني أنت عربي بتتعلم إنجليزي، بتتعلم فرنسي، بتتعلم ألماني بتتعلم هندي. المهم هذا الجانب اللي هو تعلم اللغة غير لغتك الأم اللي هي هنسميها اختصارا L2. من الآن صاعدا بس تقول L2 يعني اللغة الثانية، ليست بالضرورة تكون اللغة الإنجليزية، المهم لغة ثانية عن لغتك الأم. Around the world, a large percentage of people and a majority in some areas speak more than one language. حول العالم هناك نسبة كبيرة جدا من الناس وأحيانا غالبية في بعض المناطق، يعني في بعض المناطق يتحدثون أكثر من لغة. على سبيل المثال a survey published in 1987، هناك إحصائية استبيان دراسة نشرت في 1987 وجدت أن 83% من الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة في أوروبا كانوا قد درسوا أو تعاطوا في دراسة لغة ثانية. الآن هذه الدراسة بحسب نقلها كوك. Although to varying levels of final proficiency، ولكن مش بالضرورة انهم وصلوا للبروفيشنسي يعني للإتقان هذه اللغات، المهم انه درس هو درس، وليس بالضرورة يعني درس مستويين من اللغة ووقف، وممكن وصل الى مرحلة الإتقان ما بهمناش. الذي يهمنا انه هما ان عندك هذه عندك عدد كبير من الناس يدرسون اللغة لغة أخرى غير لغتهم. الآن راح تيجينا أعداد كمان. Also in some countries، في بعض البلدان a second language is necessary، في بعض البلدان اللغة الثانية غير لغة الأم ضرورية. يعني مثلا خذ كندا، في كندا لازم تعرف الإنجليزي والفرنسي. ليش؟ لأنها معتمدة، لأنه منقسم البلد يعني لغتين رسميتين هناك، فما يصير انت تكون هناك مثلا تقول والله انا بس يكفيني انجليزي. ما يكفيك، لانه لو رحت على ولاية مثلا كيبك حتجد انه الجماعة هناك كل شيء فرنسي. فالدولة كل هذه كانت اعتمدتهم هذول اللغتين، فصاروا لازم الكل يعرف هذول اللغتين بغض النظر انت مثلا اصولك نقول مثلا انجليزية جاي لهناك في كندا، لا لازم تتعلم كمان الفرنسي وهكذا العكس. فهذا النوع من اللغة لما يكون عندك في البلد لغتين سائدتين رسميتين، مو لغة يعني احنا مثلا جالسين
خلينا نقول في السعودية، فإحنا عرب فإحنا تعلمنا الإنجليزي، لكن مش ضروري يعني، في ناس تعلموه اللي ما تعلم ما فرقت معه، وين ما تروح تتكلم العربي خلاص، ولم تفرض عليك الدولة أنك تتعلم اللغة الثانية مثلا الإنجليزي، الكل لازم إجباري ويصير في تداول للغة. لا، في بعض البلدان لا، شو بقول لك، اللغة الثانية ضرورية جدا. هذه اللغة الثانية تكون ضرورية، شو بيسموها common denominator، denominator يعني lingua franca. شو يعني كمان؟ يعني when the population speaks a variety of different L1s، يعني بصير عندك السكان هذا البلد ما عندهم لغة واحدة فقط رسمية، عندهم عدة لغات، أو نقول أكثر من لغة، ممكن تكون اثنين أو أكثر ما ندري. فهو شو قال لك؟ العديد من اللغات الأولى L1s يعني first languages، تكون لغات رسمية في هذا البلد. نكمل. English is the main second language being studied in the world today. اللغة الأولى التي يدرسونها الناس كلغة ثانية في العالم، اللغة الرئيسية اللي الناس يدرسونها كلغة ثانية هي اللغة الإنجليزية، ما في يعني جدال على ذلك. عشان كذا قال the main second language. second language مين يعني؟ اللي الناس تدرسها بعد لغتهم الأم. فبلا منافس الإنجليزية هي المسيطرة. and even two decades before this book، وقبل 20 سنة من صدور هذا الكتاب كان عندنا، قبل 20 سنة، تقدير الناس، عدد الناس اللي يتعلمون لغة ثانية كان عندنا 235 مليون متعلم يتعلمون اللغة الإنجليزية، عدد مهول كلهم يتعلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. هذه الإحصائيات نقلها كريستل في كتابه. So it is perhaps not surprising that this book is written in that language. ولذلك لا تتفاجأ أنه نفس هذا الكتاب اللي أنت بتدرسه هو مكتوب في اللغة الإنجليزية. Although the concepts presented here should be appropriate to non-English L2 teaching and learning as well. وأيضا على الرغم أنه هي موجهة للغة الإنجليزية هذا الكلام كله، هذا البحث أو هذا الكتاب، إلا أنه يعني المفاهيم اللي ندرسها هنا هي ترتبط بدراسة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، لكن أيضا مناسبة تستطيع أن تطبقها على تعلم أي لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية. مش من ضروري يعني يجي واحد يقول لي هذا فقط معناته هنا راح تعلمونه هو خاص بدراسة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، يقول لك لا، المفاهيم، في مفاهيم تطبق، كثير من المفاهيم، كثيرة مو قليل، كثير منها ينطبق، تقدر توظفها لو أنت تبغى تعلم مثلا الألماني كلغة ثانية عن لغتك الأم، لأنها مفاهيم يعني مشتركة. طيب figures الأعداد concerning the numbers of people learning or using second languages can only be rough estimates. وهذه الأرقام اللي احنا أعطيناك إياها عموما سواء خاصة باللغة الإنجليزية أو تعلم لغة ثانية غير لغتك الأم هي أرقام rough estimates، يعني تقديرات فقط، تقديرات ليست أرقام دقيقة 100%. But they still give some idea، لكن على الرغم من ذلك يعني ما تقول يعني تقديرات يعني خلاص نضرب بها عرض الحياة، لا، they still give some idea of the impact that applied linguistics can have in the world. ماذا يدلك إذا هذه الأعداد الهائلة يتعلمون لغات ثانية غير لغاتهم الأم؟ فهذا يعطيك فكرة عن الأثر الكبير جدا الضخم لعلم اللغويات التطبيقية الذي ممكن أن يتمتع به في العالم. يعني انظر هذا العدد الهائل الذين يتعلمون لغات أخرى، لذلك يعني نطاق اختصاص اللغويات التطبيقية واسع جدا وهائل، ودراسته لها أثر كبير جدا في العالم. Due to length constraints, this book must inevitably focus on limited facets of applied linguistics. احنا هناك قيود يعني تحدنا ومرتبطين فيها، يعني انه هذا الكتاب يجب ان يكون له طول وحجم معين، تمام، ولكن هذا لا يعني، او بسبب ذلك لانه احنا مرتبطين بهذا الكم والحد للطول والحجم
وعدد الصفحات إلى آخره، سنركز على إيش؟ جوانب محددة من جوانب علم اللغويات التطبيقية، يعني ما راح نتناول كل شيء فيها. Traditionally أهم هذه الجوانب إيش هي؟ The primary concern of applied linguistics، أهم شيء وتقليديا لما يطرح هذا المصطلح اللغويات التطبيقية فإحنا يخطر عبالنا ماذا؟ سينصرف إلى Second Language Acquisition Theory، إلى نظرية اكتساب اللغة الثانية SLA Theory، وأيضا Second Language Pedagogy اللي هو أساليب تدريس اللغة الثانية. هذا الذي لما يطرح، وأيضا يعني العلاقة بين هذول الشيئين، اكتسابك اللغة وتدريس اللغة الثانية. لما يطرح موضوع Applied Linguistics هذا يعني الشائع عند الناس الذي يخطر في بالهم، وهذا صحيح. أيضا هناك التفاعل بين هذين الجانبين، and it is these areas which this volume will cover، وإحنا هذا الكتاب هو اللي راح يعني يركز على هذول الجانبين. ولكن however it is also useful to consider briefly some of the areas of applied linguistics، أيضا من المفيد أنه إحنا يعني ندرس بعض من الجوانب الأخرى للغويات التطبيقية، which will not be emphasized in this book، ما راح نركز عليها كثيرا بس حنوردها لك، in order to further give some sense of the breadth of issues in the field، يعني سنتطرق لمحاور أخرى ما راح نركز عليها كثيرا بس يعني نعطيك لمحات عنها بس عشان نفهمك مدى اتساع قضايا اللغويات التطبيقية أو قضايا المتعلقة بهذا العلم. كارتر أن نونان شو بيقولوا؟ List the following subdisciplines، يعني يذكرون الفروع، subdisciplines الفروع، فروع التخصص، يعني discipline بيجي تخصص، subdisciplines فروع، in which applied linguistics also take an interest. كارتر ونونان هذا حيوردون بعض الفروع، بعض التخصصات الأخرى الفرعية اللي يهتم بها علم اللغويات التطبيقية، مثل ماذا؟ مثل literacy اللي هو محو الأمية، speech pathology اللي هو علاج النطق والكلام لما يكون في مشاكل يقعدون يعالجون فيها، deaf education تعليم وتربية الصم، التعليم شلون انت تعلم هذول اللي يعانون من اما فقدان حاسة السمع تماما او في ضعف شديد فيها، ثم الانتربتنج الترجمة الشفوية، and translating الترجمة التحريرية، هذول معناته حاطينهم مع بعض بين قوس بين فاصلتين، يعني هذول مع بعض يعني الترجمة بشقيها التحريرية والشفوية، بعدين عندي ممارسات التواصلية، الممارسات التواصلية، ثم عندي الليكسوغرافي اللي هو علم القواميس وجمع القواميس وتأليف القواميس، and first language acquisition وأيضا اكتساب اللغة الأم، لغتك الأم شلون أنت بتكتسبها، يبحث في ذلك. فهذه ما راح يخوض فيها يعني بعمق بس حيمر عليها. Of these، من هذه يعني اللي قلناهم هذول الفروع، L1 acquisition research can be particularly informative concerning L2 context. أيضا عندنا جانب اللي هو اكتساب لغتك الأم L1 أو الأبحاث المتعلقة بهذا الشأن اللي تبحث فيه طريقة اكتساب لغتك الأم، اللغة الأم، أيضا ستثري معرفتنا كيف إحنا كيف اللغة الثانية تكتسب، هذا جدا مهم. And so will be referred to in several chapters throughout this book. وسيتطرقون لذلك في العديد من فصول هذا الكتاب، مثل chapter 7 اللي هو second language acquisition اكتساب اللغة الثانية، وchapter 8 اللي هو psycholinguistics اللغويات النفسية in particular for more on L1 issues، وخلال يعني في هذين الفصلين سيتعرضون أو سيتكلمون أكثر لقضايا متعلقة باللغة الأم، اللغة الأم وطريقة اكتسابك للغتك أنت. Besides mother tongue education, language planning and
bilingualism and multilingualism, two other areas that Carter and Noonan did not list are authorship identification and forensic linguistics. طيب بالإضافة يعني كارتر ونونان هذولا ما قالوا أن هذولا الأشياء اللي يعني سيت أيضا علم اللغويات التطبيقية تطرق للحديث عنها اللي هي محو أو الأمية والعلاج النطق وتعليم الصم إلى آخره اللي قلنا لهم. يقول لك هناك أيضا قضايا ما أشاروا لها، إحنا راح نشير لهم، يعني هناك أيضا فروع أخرى ما قالوا لنا عنها، إحنا راح يعني نذكرهم أيضا اللي هم إيش؟ Mother Tongue Education، التعليم التربية والتعليم باستخدام اللغة الأم. يعني شو يعني Mother Tongue Education؟ يعني هذه تفهم من جانبين، يعني كيف نعلمك طيب يعني لغتك أنت، أو إذا بدنا نوسع يعني كيف ندرس العلوم الأخرى باللغة اللغة الأم. يعني أنت لما أنت تدرس مثلا شو درست الرياضيات بالعربي والفيزياء بالعربي والعلوم بالعربي والجغرافيا كله بالعربي، غيرك إيش بدرسهم بالإنجليزي، غيرك إيش بدرسهم بالألماني بالهندي وهكذا صح؟ أو ممكن إنه يعني لماذا إجينا درسنا مثلا الرياضيات باللغة العربية، ليش ما درسناها باللغة الإنجليزية مثلا، مثل ما بعض المدارس عندها بتكون عندها الانترناشنال، هو جالس في بلد عربي بس بيدرس مثلا العلوم الفيزياء والعلوم علوم الأحياء والرياضيات بالإنجليزي مثلا، أو كل المواد بيدرسها بالإنجليزي والتاريخ والعلوم الإسلامية كلها بالإنجليزي وبيحط مادة عربية، هو جالس يعني في دولة عربية، فهذا يتعرضون لذلك. يعني تفهم من وجهين، عندي language planning أيوة تخطيط اللغة تخطيط اللغة، وعندي bilingualism. bilingualism يعني من جاي من bilingual اللي هي ثنائية اللغة، multilingualism لما يكون عندك أكثر من لغتين، نقول لك multilingual أنت يعني عندك لغتين فأكثر، شو ما يكون العدد، إذا عندك بس لغتين نقول لك أنت bilingual. هناك أيضا محورين لم يذكرهما كارتر ونونان، هما إيش؟ Authorship Identification and Forensic Linguistics. Authorship Identification يعني التعرف على المؤلفين والكتاب. شو يعني التعرف على الكتاب؟ يعني في عندنا نص قدامنا كتاب وصلنا بس ما احناش عارفين مين الكاتب، ما احنا عارفين مين اللي كتبه، فنقوم احنا نبدأ ندرس هنا ينفعنا بعدين مين اللي هو اللغويات التطبيقية حتى نحدد مين مؤلف هذا الكتاب او المرجع او النص بشكل عام. وعندي الفورنسيك لينغويستكس، شوف هنا الان التشعب اللي هي اللغويات اللي تستخدم في الجانب سموه هذا الفورنسيكس، علم تحليل الجرائم، او عندنا في العربي يعني نقول الطب الشرعي وما يتعلق به. فشلون نوظف اللغة في ذلك؟ والآن بعد شوي بيجينا مثال على هذا، على هذا الجانب تحديدا، حتى تعرف عن اللغة إنه هذا سبحان الله ليست أمرا يعني بس يعني عشان أنا أتكلم أنا وياك وتواصل أنا وياك، لا، هذا آية من آيات إعجاز الله عز وجل، سنأتي لها بعد شوي. These areas exemplify how applied linguistics knowledge may be utilized in practical ways in non-education areas. هذول تحديدا الآخر اثنين يعني هذول آخر اثنين تحديدا authorship identification and forensic linguistics مثال على أنه كيف علم اللغويات التطبيقية والمعرفة به يمكن استثمارها أو استخدام هذا العلم في طرق عملية خارج سياقات التربية والتعليم، لأنه يعني الناس يعني تعرف إنه هذا رابطيته يعني دائما يربطونه مع التربية والتعليم، فبقول لك لا، عشان إحنا نوسع هذا المدى والنطاق هم يخرجون ويصلون حتى كيف يوظفونه في علم الجريمة.
authorship identification uses a status. لام دي يشرح لنا هذا authorship identification، شلون بعرف الكاتب انا، شلون يعني شلون بيفيدني هذا الموضوع بالتعرف على المؤلفين. authorship identification uses a statistical analysis، تحليل احصائي، of various linguistic features، لخصائص لغوية عديدة. إذا أنت بتحلل خصائص لغوية عديدة إحصائيا. In anonymous or disputed text، في عندك أنت نوعين من النصوص، anonymous مجهولة or disputed text. disputed يعني ما احنا يعني واحد يقول فلان هو اللي كاتب، لا والله فلان ما فيش عندنا، ما احناش متأكدين مين اللي كتب، عندنا ثلاث كتاب يعني نقول ربما هذا المؤلف لهذا وربما لهذا أو ربما لهذا، ففي جدل حول هذه النصوص. disputed يعني جدل حول هذه النصوص. فبيجوا بيعملوا تحليل وبيستخدموا خصائص لغوية لهذا النص، ثم هذه the result with a similar analysis، بعدين بياخذوا التحليل هذا النتائج هذا التحليل، ثم يطابقونها مع تحليل مماثل لنصوص أخرى whose authors are known. أنا عندي نص ما بعرف مين كاتبه وعندي نص بعرف الكاتب تبعه، فبأخذ النصين بحللهم، اللي بعرفه للكاتب واللي ما بعرفه، ثم بطابق النتائج. لاحظ شوي، فإذا تطابقت النتائج في يعني إلى مدى معين فبقول أيوة شوف بناء على تحليل هذا النص وجدنا أن مميزات وتطابق مميزات نص الكاتب الفلاني مثلا كارتر، معناته هذا النص أكيد هو كارتر اللي كتبه. فهمت الآن شلون نكتشف؟ بس لازم نعرف شو هي الخصائص اللغوية عشان نقدر نحكم ونقارن. When a match is made، فعندما يصير هناك تطابق، this gives a strong indication that the matching author wrote the text in question. فهذا يعطيني إيش؟ يعطيني لما يصير هناك تطابق فبقول لك this gives a strong indication، هذا يعطيني إشارة قوية بأن الكاتب اللي تطابق معه هذه النتائج هو الذي كتب النص محل السؤال، يعني محل البحث. يعني أتمنى تكون هذه النقطة فهمت. يعني إحنا عندنا نص لا نعرف من، لا نعلم من كتبه أو شاكين باللي كتبه، عندنا شك في اللي كتبه، وعندنا احتمال مطروح على القائمة فلان وفلان وفلان هذول اللي كتبوه، وعندنا نص عارفين إنه فلان هو اللي كتبه، مثلا كارتر هو اللي كتب هذا النص، وعندنا نص ثاني مجهول. سنقول هل ممكن هذا كارتر يكون هو اللي كتبه؟ نعمل تحليل لنص كارتر الأصلي بناء على معطيات معينة، ثم بنعمل تحليل للنص اللي محل البحث، فوجدنا فيه تشابه وفي نسب معينة من التشابه، فنقول معناته أغلب الظن كارتر هو الذي كتب هذا النص. هذا المعنى. The search for the anonymous author of the 18th century political letters، مثلا بيعطيني مثال الآن، أنا كنت لازم ما أتسرع. فعندنا مثال الآن، The search for the anonymous author of the 18th century political letters، البحث عن كاتب مجهول الهوية لرسائل سياسية في القرن الثامن عشر، written under the pseudonym of Junius، يعني كتبت تحت مسمى زائف، pseudonym هذا اللي هو اسم اللي يعني اسم القلم، لكن ما احنا عارفينه صراحة، أو اسم مزيف اسمه جونيوس. هي مثال على هذا الأمر الذي نطرحه احنا، يعني في القرن الثامن عشر في رسائل سياسية كان يكتبها واحد ويوقع باسم جونيوس، هذا اسم يعني مش صحيح، مش اسمه الحقيقي. ايش عملوا؟ A linguistic analysis of the vocabulary، عملوا تحليل لغوي للمفردات المستخدمة في هذه الرسائل. على سبيل المثال مثلا ايش المفردات اللي تتبعوها؟ مثلا تصور يعني الدقة،
whether on or upon was used. On or upon يعني هذول on هي بتيجي بمعنى upon، بس upon يعني رسمية كثير وكلاسيكية كثير. فهما انظر يعني من وين مسكوا الخيط بالتتبع استخدام حرفي الجر on ولا upon كان يستخدم مع الأفعال. هذا التتبع ماذا أظهر؟ showed that it was very similar to the use of vocabulary in the writings of Sir Philip Francis. فتتبعوا كتابات Sir Philip Francis فوجدوا أنه طريقة استخدام حروف الجر on و upon يعني مماثلة لاستخدام Sir Philip Francis في كتاباته. وبناء على ذلك تصور افترضوا أو قالوا أنه هو صاحب هذا الاسم المزيف جونيوس اللي كان يكتب الرسائل السياسية تحت هذا الاسم كما ينقل كريستال. similar analysis هذا جمع analysis يعني جمع analysis تحليل. analysis هذا تحليل لما تصير SES بصير جمع لهذه. تحليلات مشابهة تم عملها are carried out. carried out يعني تم تنفيذها in forensic linguistics في اللغويات اللي تستخدم في هذا يعني تحليل اللغويات في علم الجريمة forensic. often to establish the probability of whether or not a defendant or witness actually produce a specific piece of discourse. الفورنسيك لينجويست هذا يعني كمان فرع يستخدم عشان احنا to establish the probability عشان احنا نقيم احتمالية إذا كان المدعى عليه defendant أو الشاهد فعلا استخدم خطابا معينا، خطاب نصي سمعي محكي مقروء مكتوب إلى آخره. كما يقول كريستال مثلا ماذا يقول؟ أورد حادثة relates a case هناك يعني حادثة أو حالة where a convicted murderer متهم تمت إدانته convicted تمت إدانته was pardoned وبعد ذلك أخلي سبيله عفي عنه أو برئ من الجريمة المنسوبة له. أول شيء كان متهم ومدان خلاص يعني محكوم عليه لكن بعد ذلك برئ من الجريمة. كيف؟ partially because a linguistic analysis لأنه عملوا تحليل لغوي. هذا التحليل اللغوي showed that the transcript of his oral statement النص الترانسكريبت يعني النص المفرغ اللي بتكتبه انت لما بتسمع انت صوت ثم بتكتبه كتابة يعني النص المفرغ لتصريح كان قد أدلى به هذا المتهم written by the police والذي يعني فرغ هذا النص يعني هم جالسين يحققوا معه هم أثناء ما يحققوا معه في واحد بيكتب ما يقول هذا الكلام كتبه كتابة فهم حللوا هذا النص المكتوب فوجدوا أنه it was very difficult stylistically from his normal speech patterns. فوجدوا أنه طريقته بالكلام لما يجوا يقابلوه هم وجدوا أنه طريقته بالكلام تختلف عن النص المكتوب. فهذا التناقض this discrepancy cast strong doubts on the accuracy of the incriminating evidence in the transcript. هما الآن يعني هذا ورط البوليس وجدوا هناك أنه طريقة يعني طريقة كلامه والشيء المكتوب في هناك تناقض كبير جدا جدا هذا خلاهم يشككوا ايش في الدليل دليل الإدانة incriminating evidence دليل incriminating إدانة الذي ورد في النص المكتوب شككوا في ذلك فبرئ المدعى عليه او المتهم. و يعني كشيء مشابه لذلك هناك يعني مسلسل مبني على أحداث حقيقية اسمه يوني بامبر إذا بتذكر خليني أتذكر مزبوط خلينا نكتبه لمن يريد أن يطلع عليه مبني على قصة حقيقية يوني بامبر وهو بروفيسور في علم الرياضيات في الرياضيات كان يدرس في الجامعة ثم صار مفجر طبعا يعني هو عشان ما نحرق لكم الفيلم هذا الرجل اكتشفه محلل او المحقق اكتشفه من جملة واحدة
تتبع خطاباته ورسائله اللي كان يرسلها بعد ما ينفذ العمليات، ورسائل بينه وبين أخوه، من عبارة واحدة استطاع يثبت أنه هو ما كان يقدر، وكان ذكي جدا جدا، لم يستطيعوا أن يجدوا دليل عليه. عبارة واحدة بعد تحليل آلاف الرسائل، عبارة واحدة استطاعوا أنهم يقبضوا عليه، على هذا المفجر. واستخدمت فيها علم اللغويات، واستعان ب يعني هذا المحقق الفذ، استعان بأخصائيين في هذا المجال، وهو طور مهاراته، بالنهاية استطاع القبض عليه. فلا نستهين بهذا العلم أبدا أبدا. طيب In addition to all these areas and purposes, applied linguistics is interested in cases where language goes wrong. بالإضافة إلى كل ما سبق، كمان اللغويات التطبيقية تهتم بماذا؟ بحالات where language goes wrong، حيث اللغة، يعني في هذه الحالات نجد أن اللغة خرجت عن مسارها اللي هو لازم لها. goes wrong يعني هناك صار في خطأ في استخدام اللغة. researchers working on language related disorders، فالباحثون الذين يعملون على اضطرابات المتعلقة باللغة، يعني where goes wrong يعني ايش؟ يعني language goes wrong يعني خرجت عن مسارها لسبب معين. خرجت مسارها بمعنى ايش؟ يعني صار فيها اضطراب في استخدامها، هذا المعنى. فالباحثين الذين يعملون على هذا النوع من الاضطرابات المتعلقة باللغة study the speech of aphasic, schizophrenic and autistic speakers as well as hemispherectomy patients. هذه أمراض، هذه كلها أسماء أمراض، يعني مثلا autistic speakers، الأمراض الأوتيزم اللي هم التوحديين، السيزوفرينيك اللي عندهم انفصام بالشخصية، الأفازيا أو الأفيزيك، لأنه هذه صفة، أفيزيك سبيكرز يعني مو الخرس. لاحظ الخرس، الخرس يعني عنده مشكلة بالسمع والكلام، نقول عنه احنا أخرس الأصم يعني، لا، أفزك احتباس الكلام، بيسمع بس ما بيقدر يتكلم، هي أسباب. وأيضا عندي الهيميسفيريكتومي patients، المرضى الذين تعرضوا لاستئصال يعني جزء من أدمغتهم. In the belief that we can better understand how the brain functions when we، إذا نرجع نربط الكلام بعض، شو بقول؟ اللغة التي خرجت عن المسار المرسوم لها لسبب معين، إذا الحالات اللي فيها، وأين الغلة، عفوا، الحالات التي اللغة خرجت فيها عن مسارها، يعني الباحثون الذين يبحثون في الاضطرابات اللي لها علاقة باللغة ويدرسون هذه الاضطرابات، مثل دراسة مثلا اضطرابات هذول هم اللي قلناهم قبل شوي، التوحديين واللي عندهم احتباس كلام واللي عندهم انفصام شخصية واللي تم استئصال أجزاء من أدمغتهم، على أمل in the belief أو يعتقدون that we can better understand how the brain functions، على أمل أن نفهم كيف الدماغ يعني يعمل. functions جاي فعل هنا، how the brain functions، كيف يعمل الدماغ. When we analyze what happens with the speaker's language system breaks down or does not function properly، لما يجي احنا نحلل ماذا يحدث عندما النظام اللغوي للمتحدث يتعطل او لا يعمل بصورة سليمة، نحلل هذا، يعني نحلل هذول الذين يعني يدرسون الدماغ ويحللون عند هذه الحالات ما الذي يحدث للشخص الذي يعاني مثل هذه الحالات عندما يتعطل نظامه اللغوي أو يفشل أو لا يعمل بصورة سليمة. Even slips of the tongue and ear committed by normal individuals can give us insight into how the human brain processes language، مثل ما قال فرومكين في كتابه.
يقول لك حتى زلات اللسان، حتى slips of the tongue يعني زلات اللسان، and ear committed by الزلات السمعية وزلات اللسان النطقية أيضا، committed by normal individuals اللي يقومون بها الأفراد السليمين الطبيعيين، ممكن تعطينا رؤية، can give us insights يعني تعطينا رؤى into how the human brain، هذه الرؤى يعني تعطينا مداخل حتى نفهم كيف أن العقل أو الدماغ البشري processes language. processes هذا جاي فعل هنا، مو عمليات، لا، يعالج اللغة، كيف أن يعني بتعطينا مداخل إلى العقل البشري والدماغ البشري لمعرفة كيف يعالج اللغة ويتعاطى معها. يعني احنا هنا تقريبا صارنا الآن مع بعض ساعة، نتوقف هنا وبعدين إن شاء الله كما قلت هذا عينة من طريقة الشرح ستكون على هذه الحال إن شاء الله. فأتمنى منكم يعني إفادتي إذا كان هذا الأسلوب يعجبكم حتى أكمل في الشرح، وإن وجدتموه يعني بطيئا جدا أو غير مناسب وما لم تستفيدوا منه لا بأس كمان أخبروني حتى لا أضيع وقتكم ووقتي كما قلت. إلى لقاء جديد حتى أسمع منكم، أتمنى لكم التوفيق وأستودعكم الله، والسلام عليكم.